الأشواط مستمرة مشاهدينا متابعينا الكرام، والأشواط تتوالى شوطا تلو الآخر في هذه الأمسية التراثية الجميلة. شوط الختام تمت انطلاقته منذ لحظات، وهو شوط خاص بالثنايا الجعدان المهجنات الأصايل المملوكة لأصحاب السمو الشيوخ. نسير مباشرة نتابع صدارة هذا الشوط، نتابع البداية وأرى فراح من قاد المجموعة. فراح لسمو الشيخ ناصر بن سلطان القاسمي، سالم بن علي بن بخيت المسافري في عملية تضميره وتدريبه. ننطلق مع المركز الثاني، نتابع شاهين لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم وبقيادة السعيد بن سالم الينيبي، بينما إذا انطلقنا مع المركز الثالث بأرى التسلل من الجانب الآخر. أرى هناك أيضا التحديات والانطلاقات الجميلة بشعار هجن العاصفة وقيادة الواثقة حمد بن راشد بن غدير. نتابع المركز الرابع وأرى التسلل القدوم من طماع لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن رايد المكتوم، السعيد بن عبيد الحميري في عملية تضميره وتدريبه. ومع المركز الخامس نسير مع مايهاب لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن رايد المكتوم، عبد الله بن علي أبو نواس، متابعا لانطلاقة مايهاب مع المركز الخامس. النقلة التالية مع المركز السادس، نتابع نشوان لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم ومطر بن سيف اللاحج في متابعة وانطلاقة نشوان اللي ينطلق مع المركز السادس. سابع التحديات شاهين لسعادة الشيخ حمد بن عبد الله آل ثاني، صالح بن سعيد الوهيبي من يتابع انطلاقة شاهين مع المركز السابع. ثامنا من الجانب الآخر التسلل القدوم والتحدي لشاهين التابع لهجن العاصفة وبقيادة الواثق حمد بن راشد بن غدير، بينما انطلقنا مع المركز التاسع. نتابع شاهين ياتي تاسعا لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم وحمد بن عبد الله بن طير العامري من يتابع انطلاقة شاهين مع المركز التاسع. وعاشر التحديات القدوم للنمر، شعار سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم على ظهر النمر وبقيادة الكابتن خليفة بن سالم بالصقعة من يتابع انطلاقة النمر مع المركز العاشر. بوتركي أيضا ينطلق بهذه التحديات المسائية الجميلة والرائعة. نعود مشاهدينا متابعينا الكرام، نتابع صدارة هذا الشوط، نتابع البداية، نتابع المقدمة وما يحمل هذا الشوط من تحديات من إثارة. أرى هناك أيضا الانطلاق الواضح والتحدي المثير وفراح من يقود المجموعة، من يسيطر كل السيطرة على مجريات هذا الشوط. شعار سمو الشيخ ناصر بن سلطان القاسمي، سالم بن علي بن بخيت المسافري متابعا لهذا الانطلاق. المركز الثاني التحديات رائعة، انطلاقات جميلة. نتابع التسلل للشاهين بشعار سمو الشيخ حمدان بن رايد المكتوم وبقيادة السعيد بن سالم الينيبي منطلقا أيضا ومتابعا بأحمد لشاهين وانطلاق مع المركز الثاني. ثالث التحديات، نتابع وبران التابع لهجن العاصفة حمد بن راشد بن غدير من يتابع انطلاقة وبران
مع المركز الثالث، النقلة التالية مع المركز الرابع، التسلل التحديات لنشوان لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم، وبقيادة مطر بن سيف اللاحج من يعلن هذا الانطلاق المثير مع المركز الرابع. بينما انطلقنا مع المركز الخامس بنتابع طماع لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم وقيادة سعيد بن عبيد الحميري الدور دور المركز السادس، التحديات القادمة من شاهين بشعار سعادة الشيخ حمد بن عبد الله الثاني صالح بن سعيد الوهيبي متابعا ومنطلقا مع شاهين الانطلاق بدوره مع المركز السادس السابع، التحديات شاهين الآخر التابع لهجر العاصفة ومع المركز الثامن، المركز الثامن مشوش أيضا بشعار هجن العاصفة حمد بن راشد بن غدير يتابع هذا الانطلاق المثير، يتابع هذا التحدي الجميل. المركز التاسع التحديات من شاهين بشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن رايد المكتوم حمد بن عبد الله بن طير العامري من يتابع هذا الانطلاق والتحدي الرائع، ومع المركز العاشر ما يهاب لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن رايد المكتوم عبد الله بن علي بن واس متابعا لانطلاقه ما يهاب مع المركز العاشر. مشاهدينا الكرام مستمعينا الافاضل نتواصل معكم وانطلاقه هذا الشوط ونتابع الصدارة، نتابع المقدمة والمركز الأول. هناك نجد على الصدارة وعلى المركز الأول من هجن العاصفة بقيادة حمد بن راهد بن حمد بن غدير، بينما المركز الثاني يأتينا شاهين سمو الشيخ حمدان بن راهد بن سعيد المكتوم بقيادة سعيد بن سالم لينيبي من يأتي على المركز الثاني وثالث المراكز المنطلق في هذه اللحظات. هناك أيضا فراح لسمو الشيخ ناصر بن سلطان القاسمي سالم بن علي بن مخيت المسافري في تضميره، وعلى المركز الرابع يأتينا نشوان لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راهد بن سعيد المكتوم مع مطر بن سيف اللاحج الهايري على المركز الرابع. وفي المركز الخامس يتواجد شاهين على خامس المراكز لسعادة الشيخ حمد بن عبد الله آل ثاني مع صالح بن سعيد لهيبي في التضمير، ولكن أرى التسلل من مشوش من هجن العاصفة بقيادة حمد بن راهد بن حمد بن غدير في هذا الانطلاق والوصول. مشاهدينا ومتابعينا الكرام هنا بهذا الأداء شاهين سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راهد بن سعيد المكتوم محمد بن عبد الله بالطير العامري. هناك الوصول في هذه الانطلاقة مشاهدينا ومتابعينا الكرام بهذا الأداء الجميل والتحدي والمثير. هنا أيضا القادم في هذه اللحظات لطاش لسعادة الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم آل ثاني سالم بن عامر المدهوشي في تضمير نجد القادم من هجل العاصفة بقيادة حمد بن راهد بن حمد بن غدير بهذا الأداء المميز. وهنا مزاحم لسمو الشيخ زايد بن سيف بن محمد آل نجان أحمد بن عبد الله بن مساعد الرشيدي في تضمير. نعود إلى صدارة، نعود إلى المقدمة وإلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط في الصراع في التحدي في الإثارة مشاهدينا ومتابعينا الكرام. والصدارة هناك والمقدمة والمركز الأول مع وبران من هجن العاصفة بقيادة حمد بن راهد بن حمد بن غدير على الصدارة وعلى المركز الأول. شاهين في المركز الثاني سمو الشيخ حمدان بن راهد بن سعيد المكتوم مع سعيد بن سالم لينيبي، وعلى المركز الثالث مشوش من هجن العاصفة بقيادة حمد بن راهد بن حمد بن غدير شاهين القادم. على المركز الرابع من هجن العاصفة بقيادة حمد بن راهد بن حمد بن غدير. وفي المركز الخامس يأتي شاهين
لسعادة الشيخ حمد بن عبد الله آل ثاني وصالح بن سعيد لهيبي في كاظميرة. وصل هنا لطاش لسعادة الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم آل ثاني سالم بن عامر المدهوشي في كاظميرة. هنا في هذه اللحظات على سابع المراكز يأتينا نشوان لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم. وصل نقد هنا لهجن العاصفة بقيادة حمد بن راهد بن حمد بن غدير في هذا الانطلاق. وعاشر المراكز شهيد نسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راهد بن سعيد المكتوم بقيادة هنا المضمر حمد بن عبد الله بالطير العامري. الكيلو المتر الأخير مشاهدينا متابعينا الكرام، نعود بالصدارة، نتابع بداية هذا الشوط، نتابع المقدمة، التحديات رائعة، وبران من قاد المجموعة، ولكن التسلل في هذه اللحظات لشاهين بشعار سمو الشيخ حمدان بن رايد المكتوم وقيادة سعيد بن سالم. الينيب مشوش شوش على الجميع، انطلق بالصدارة، انطلق بالمقدمة في اللحظات الأخيرة في الأمتار النهائية، مشوش مشاهدينا متابعينا الكرام من انطلق بناموس هذا الشوط وبهذا الشعار، شعار هجن العاصفة وبقيادة الواثق حمد بن راشد بن غدير المركز الثاني وبران كذلك بشعار هجن العاصفة يقود الواثق حمد بن راشد بن غدير. شاهين يأتي ثالثا لسمو الشيخ حمدان بن رايد المكتوم وقيادة سعيد بن سالم الينيبي، ولكن مشوش شوش على الجميع، شوش راداري هذا الشوط وانطلق بالصدارة، انطلق بالمقدمة في الأمتار النهائية. تهانينا لهجن العاصفة ولمالك هجن العاصفة سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن رايد المكتوم على فوز مشوش بالمركز الأول. لحظات الوصول والاقتراب إلى خط النهاية، تهانينا أيضا للمضمر حمد بن راشد بن غدير. هذه لحظات وصول مشوش إلى خط النهاية، المركز الثاني وبران من هجن العاصفة، المركز الثالث شاهين لسمو الشيخ حمدان بن رايد المكتوم، المركز الرابع نشوان لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن رايد المكتوم، المركز الخامس يصل فيه شاهين لسعادة الشيخ حمد بن عبد الله آل ثاني وبقيادة صالح بن سعيد لوهيبي. هذه النتيجة للخمس المراكز الأولى. نعود مشاهدينا متابعينا الكرام مع التوقيت الزمني، لحظات وصول مشوش إلى خط النهاية، يقطع مسافة 8 كيلومترات في فترة زمنية مقدارها 13 دقيقة. هذه لحظات الوصول، تهانينا لهجن العاصفة والتهاني لحمد بن راشد بن غدير، يقطع المسافة 13 دقيقة 13 ثانية جزئين من الثانية، بينما اللي وصل مع المركز الثاني مشاهدينا متابعينا الكرام وبران كذلك من هجن العاصفة يقطع المسافة في فترة زمنية مقدارها 13 دقيقة. بالتأكيد ثاني للهجن العاصفة والثاني للواثق حمد بن راشد بن غدير 13 دقيقة 17 ثانية وجزئين من الثانية. شاهين يصل مع المركز الثالث بشعار سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، تهانينا على هذا الفوز والانتصار، وأيضا تهانينا للمضمر سعيد بن سالم الينيبي 13 دقيقة 18 ثانية و6 أجزاء من الثانية. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام مصحوبة بالتوقيت الزمني للثلاث المراكز الأولى في شوط الختام. تهانينا لجميع الفائزين بهذه الانطلاقة.